اللبسة والحوايج يتبدلوا على حساب الفترة والمنطقة، بصح المظهر يبقى اهتمام عالمي ما يتبدلش. سؤال اللي يطرح نفسه، واش هو الشيء اللي يخلي الرجال والنساء يحوسوا دائما يتبعوا عالم الجماليات؟ واش هي الآثار الأولى تاع التزيان والجمال؟ علماء الحفريات لقوا اثار اوكرو روج مخزنه في اوروبا واللي يعود تاريخها 300,000 عام. هذه لابودر كانت تستعمل صبيغه لجدران الكهوف ولكن بشكل خاص لتزيين الجسم، وين يقولوا العلماء ما قبل التاريخ انه الرجال والنساء استخدموا هذه لابودر باش يكسوا الجسم ويحموه من حراره الشمس، الهواء الجاف والحشرات. في المجتمعات القبليه الرسم على الجسد كان باش يبين حدث تغيير مرتبط بظروف الإنسان كما العرس، الموت ولا التحضير للصيد. إذا كان استخدام اللون كزينة للجسم لرجال ما قبل التاريخ ويخليهم يتعرفوا على أنفسهم بين أفراد القبيلة نفسها كشكل من أشكال التسلسل الهرمي داخل المجموعة، راح نلقاو نفس الشيء في الحضارة الفرعونية اللي الاستيتيزم تاعها قعد عنده أثر ليومنا هذا. سؤال، وش هي أسرار الجمال اللي خلتها هذه الحضارة ليومنا هذا؟ تقول الأسطورة أن كليوباتر كانت تسحر قيصر يوليوس ومارك أنطوان غير بالريحة نتاعهم. اللوحات الجدارية في المعابد والمقابر بينت لنا على أهمية العناية بالجسم والاهتمام بمستحضرات التجميل والمراهم بأنواعها. كانوا المصريين قدامى يدوا معاهم أساسيات جمالهم لمقابرهم باش يوجدوا الحاجات الحياة الأبدية. فضل واحد المرأة مصرية قديمة واسمها توتي الأرستقراطية ويزيد عمرها عن 3000 عام، واللي بيها قدروا الباحثين أنهم يصيبوا العناصر واللي خلاتهم يعرفوا المزيد عن ألغاز مستحضرات التجميل المصرية. صابوا في القبر نتاعها مشطة، قرعة زيت معطرة ولوحة مكياج، صابوا مرآة برونزية دقيقة الصنع ومسقولة. التحاليل اللي اندارت على محتويات السيدة توتي راح تكشف لنا أسرار ومخاليط معقدة ورائعة الدقة. نصوص قديمة كتبها مؤلفين مفتونين بخبرة المصريين في مواد التجميل راح تخلينا نعرفوا على الفوائد العلاجية نتاع الكحل، واللي ما كانوش يديروه كزينة للعين فقط ولكن باش يحموا العين نتاعهم في بيئة جافة. كانت النظافة مهمة جداً عندهم، كان عندهم غرف مخصصة لهذا الشيء وين رجال ونساء يمسدوهم ويدهنوهم الخدامين بالزيوت، وهذا باش ينعموا لهم البشرة نتاعهم والشعر نتاعهم وباش يخليوا لهم البشرة نتاعهم ديما بيضة. المصريين عطاو اهتمام خاص لعينيهم وكانوا يستعملوا مستحضرات التجميل لأهداف جمالية طبية ودينية. تعود الآثار الأولى لاستخدام الماسكارا لمصر القديمة لحوالي 3000 عام قبل الميلاد كما قلنا، صح الفضل يعود لمدينة معسكر اللي فيها خلق الماسكارا اللي يديروه النساء في كامل البلدان في يومنا هذا. كيفاش حتى وصلنا من الكحل للماسكارا؟ في الأصل الماسكارا هو اون بودغ اللي يخرجوها من واحد الحجرة اللي عندها دي غفلي بلوتي اللي كانوا يكسروها ويرحوها باش تخرج لهم تانيك الكحل. كاين طريقة واحدة أخرى اللي كانت المرأة الجزائرية تستعملها، وهي أنها تخلط الشحمة نتاع الفرد، الشهدة تاع النحل ورماد الحطب باش تعطينا كحل العينين اللي كانوا يتزينوا به. هذه الطريقة اكتشفها الفرنسيون كي استعمروا الجزائر، ومن القبائل نتاع الهضاب العليا كانوا يستعملوها للزينة وللدواء نتاع عينيهم. بصح الماسكارا اللي نعرفوها اليوم واللي أصل التسمية نتاعها يرجع لمدينة معسكر، يرجع الفضل فيها لواحد الشيميست اللي واسمه غيمال أوجان، واللي في عام 1880 خرج لنا الماسكارا ولات معروفة في كامل العالم. لغاية اليوم مازالوا الشيوخة تاع الشعبي والعروبي والحوزي يغنوا على الزين تاع المرأة وعلى الزين نتاعها كي تكحل عينيها، وين نلقاو الكحل من سمات جمال وأناقة المرأة.